بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أحب أن أتأمل معكم هذا الحديث النبوي العظيم المريح للنفس. والله أيها الأحبة، إن النبي لم يكن ينطق كلمات عادية، كان ينطق كنوزا فيها علاج، علاج للحائرين، علاج للمتعبين، علاج للمرهقين. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان حريصا علينا، حريصا على سعادتنا. انظر معي أخي الحبيب إلى هذا الحديث الذي يتعلق بالرزق. كثير من مشاكل العباد اليوم لها علاقة بالرزق، الصراع على المال، الصراع على الدنيا. أخ يمكن أن يقتل أخاه أو أباه أو صديقه أو جاره من أجل مبلغ من المال، متاع زائل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يموت أحدكم حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئ الرزق، صلى الله عليه وسلم. لن يموت أحدكم حتى يستكمل رزقه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام عظيم جدا، يغير ثقافتنا بالكامل. أنا أعلم أنني إذا لم أعمل لا أرزق، إذا لم أسعى جلست في مكاني لن يأتيني الرزق. طيب النبي هنا يتحدث في مجال آخر مختلف تماما. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وفي رواية: لن يموت أحدكم حتى يستكمل رزقه. فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب. يعني لا تحمل الهموم وتلهث وراء الدنيا، لأنك لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. هذا بنص حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. طيب أنا اليوم أعلم أن الذي يغش يكسب أكثر حسب المفاهيم السائدة، يعني الذي يعمل بالربا يكسب أكثر، الذي يسرق أو يرتشي أو يأكل أموال الناس بالباطل تجد لديه الأموال والمتاع والعقارات والسيارات وغير ذلك. طيب إذن الحديث كيف؟ انظر أخي الحبيب، لا تستطيع أن تفهم هذا الحديث حتى تفهم شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يكن ينظر إلى الرزق على أنه المال. ما فائدة المليارات إذا لم أنتفع بها؟ ما فائدة الملايين والمليارات إذا لم تحقق لي السعادة؟ يعني أنا الآن أمامي فقير وغني. الفقير إذا دخلت إلى حياته في منزله أجدها حياة نقية بسيطة، يأكل القليل ولكنه سعيد جدا، لديه أولاد مطيعين بر الوالدين على الرغم من قلة العيش وضيق العيش. تدخل إلى غني من الأغنياء تجد الهموم والنكد وحب المال والركض وراء الدنيا، وتجد أن الأولاد يتصارعون على الثروة، تجد أن المشاكل والهموم الزوجية والعائلية بالإضافة لهموم العمل وهموم من جمع المال. طيب بالله عليكم، ماذا استفاد من ماله؟ ولا شيء. إذن الرزق الحقيقي هو ما تتمتع به وتستفيد منه ويحقق لك الطمأنينة ويحقق لك السعادة ويحقق لك الراحة النفسية. لذلك قال سبحانه وتعالى: ورزق ربك خير وأبقى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل كان لديه الكنوز والقصور، أم كان لديه ما يكفيه من مستلزمات الحياة؟ طبعا كان لديه ما يكفيه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله قادر
أن يعطيه كنوز الكون وليس كنوز الأرض، ولكن الله لا يريد ذلك. هذه الأموال ليس لها قيمة عند الله. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا وليس إلى أجسامنا وصورنا. الله يريد منك الصبر، يريد منك التقوى، يريد منك حب الخير للناس، يريد منك التواضع. هذا هو الرزق الحقيقي. لذلك عندما يحبك الله أيها العبد، فإنما هذا الإله العظيم يقلل عنك الرزق، غالبا هذا الكلام إلا إذا كان فيه مصلحة لك، لينجيك من اللهو والعبث والتكبر وحب الدنيا، وينجيك من الطغيان والبغي. وهذه الآية يجب أن تبقى حاضرة أمام ذهنك. كل من ضاق رزقه يجب أن يحفظ هذه الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن الله عز وجل ينزل بقدر ما يشاء، لأنه حكيم لطيف خبير بصير بعباده، إله عادل، إله يختار لي الخير. أنت ابنك إذا أغدقت عليه المال وأنت تعلم أن هذا المال يفسده، إذن أنت تظلم ابنك. لذلك أحيانا تضيق عليه بما يحقق مصلحته. فالله عز وجل عندما ضيق عليك رزق أخي الحبيب إنما لمصلحتك، وبالنتيجة أنت لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. بالنتيجة لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. بالنتيجة لا يموت إنسان حتى يأخذ رزقه كاملا من الدنيا. إذا بقي له شربة ماء سيعيش حتى يأخذها، لن يموت حتى يستكمل هذا الرزق كاملا. وبالتالي لذا يعني أخي الحبيب لا تلهث وراء الدنيا، لا تتعب، احفظ معي هذا الحديث، تذكره دائما في حالات الضيق. وحتى عندما يبسط الله عليك الرزق تذكر أن هذا الرزق هو لمصلحتك. يعني عندما يتدفق عليك الرزق تذكر نعمة الله، وأن الله يريد منك أن تنفق هذا الرزق في سبيله عز وجل، يريد منك أن تنفقه في أبواب الخير، يريد منك أن تنفق هذا الرزق في مرضاة الله سبحانه وتعالى وليس على الملذات والشهوات. وبالتالي أخي الحبيب أنت الآن عندما تقرأ هذا الحديث يطمئن قلبك، تصبح أكثر سعادة، علمت أن الرزق لا يأخذه أحد غيرك، علمت أن رزقك مكتوب، علمت أن الرزق سيصلك، ما السعي ليس سببا من أسباب الرزق. السعي أخي الحبيب كلنا نسعى، هذه فطرة غريزة. كل الكافر يسعى، الملحد يسعى، المؤمن يسعى، الطير يسعى، النملة تسعى، كل الناس. السعي ليس هو السبب، السعي هو وسيلة من وسائل العيش فقط، استمرار الحياة. لذلك لا تتعب نفسك كثيرا، احرص على الرزق الحلال، احرص على أن تنفق مما أعطاك الله، تتصدق، احرص على أن ترحم الناس في تجارتك، أن تعطي المضطر، تتخلص من الطمع، من الجشع. هذا هو الرزق الحقيقي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزق الآخرة، ورزق ربك خير وأبقى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.